طيب دلوقتي هنرجع مرة تانية لميا نتعرف منها على أسعار العملات والذهب. مشاهدينا تعالوا دلوقتي نتابع متوسط أسعار صرف العملات الرسمية. دولار أمريكي سعر البيع فيه 19.55 والشراء 19.48. اليورو سعر البيع فيه 18.75 والشراء 18.67. الجنيه الاسترليني سعر البيع فيه 21.85 والشراء 21.77. فرانك سويسري سعر البيع فيه 19.86 والشراء 19.77. اليوان الصيني سعر البيع فيه 2.70 والشراء 2.69. ريال سعودي سعر البيع فيه 5.19 والشراء 5.17. الدينار الكويتي سعر البيع فيه 62.94 والشراء 62.67. وأخيرا درهم الإماراتي سعر البيع فيه 5.32 جنيه والشراء 5.30 جنيه. ودلوقتي هنشوف أسعار الذهب النهاردة. عيار 18 سعر السوق النهاردة 963 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر السوق النهاردة 1124 جنيه للجرام، عيار 24 1285 جنيه للجرام، وأخيرا الجنيه الذهب سعر السوق فيه 8992 جنيه. ودلوقتي نكمل مع شاذلي ومنى باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك.